من أحد المستمعين يريد تقديمه للمرشحين. أنا عبد المجيد. تفضل عبد المجيد. سؤال، عندي سؤال. سؤال المرشحين. أنا قدمت من إيطاليا بحكم توفري على جميع الشروط للبحث عن عمل في بلد داخل الاتحاد الأوروبي، لكن لم أجد في السويد أي نظام يشرح للقادمين من دول الاتحاد ما عليهم وما لهم من حقوق وواجبات. وفقط مكسب العمل يقوم ببعض